نتابع بقية الأخبار مع حضراتكم. ووزير البترول النهاردة المهندس طارق الملا أكد على التزام الحكومة بالانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وأنه كمان هيتم توفير بيئة عمل جاذبة ليهم علشان يتم تيسير وتنمية الأعمال والاستثمارات بشكل عام. الوزير قال الكلام ده خلال افتتاح مؤتمر إيجيبس 2018 اللي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي. قال أن مصر هتستمر في تقدير دور شركائها اللي قدموا نموذج طيب في الوفاء بالتزام وبرامج عملهم خلال الفترة اللي فاتت. أول حاجة قول الرئيس لما احنا بعد 2011 و12 و13 لا طب استنى احنا عندنا ضيف المتحدث باسم وزارة البترول المهندس حمدي عبد العزيز. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك. لسه كنا بنتكلم ولسه معتز اكيد هيقول لك بقى اللي موجود. حضرتك قول بقى براحتك، انا مش هقول حاجه خلاص. الشركاء الاجانب واحنا طبعا شفنا ده واضح وبقوه في اكتشاف حقل زهر، وازاي ان احنا يعني وفينا بالتزاماتنا تجاههم وادينا مديونياتنا ليهم، وفي نفس الوقت هم اشتغلوا على الارض وكانت دي النتيجه الايجابيه. فبشكل عام انتم مقدرين الموقف ازاي، وازاي ندعمهم اكتر ونساعدهم ويبقى ده يصب في مصلحه الطرفين يا فندم؟ بص حضرتك، طبعا الحكومة أعلنت والمهندس طارق النهاردة أعلن وقبل كده أعلن مرارا، أيوة فندم، إن إحنا ملتزمين بسداد المستحقات الشركاء الأجانب. عشان خاطر يحصل بالظبط إن الناس دي تقدر تسرع في عمليات التنمية والبحث والاستكشاف وجذب استثمارات جديدة. إحنا عارفين إن المديونات المتراكمة كانت حوالي 6.3 مليار دولار، انخفضت حاليا الى 2.4 مليار دولار في 30/6/2017. كويس. النهارده الوزير جدد التزام الحكومه بالاستمرار في سداد مستحقات الشركاء الاجانب. طيب في طبعا اتفضل يا فندم. طبعا احنا عارفين طبعا ان دوت عمل حضرتك دفعات وحفز الشركاء الاجانب على سرعه البحث والاستكشاف. يكفي ان احنا في عام 2017 فقط في 3 مشروعات تنمية خلص، بدء في المرحلة الأولى من زخر، في كشف أتول ده في البحر المتوسط أيضا، في حضرتك الكشف بتاع نورس وفي شمال اسكندرية، ده كل دوت أضاف حوالي 1.6 مليار آدم مكعب يوميا في عام 2017، ده بيمثل حوالي 40% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز حاليا. عظيم جدا. طيب إذا كنا بنتكلم على شغل جديد وإيه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية، الأعمال اللي بتتم على الأرض إيه يا فندم؟ الأعمال اللي بتتم على الأرض دلوقتي أنت عارفة حضرتك إن إحنا وقعنا منذ أغسطس 2013 حتى الآن حوالي 83 اتفاقية بترولية. تمام. كان من نتيجتها برضك اتفاقية حقل زهر اللي تم اكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط. جاري طبعا الباكورة المرحلة الأولى دخل حوالي 350 مليون آدم مكعب في اليوم، وجاري عمليا دلوقتي عمليات التنمية. التقديرات ان احنا بنقول ان احنا في النص الاولاني من هذا العام في يونيو هيوصل ان شاء الله الانتاج بتاع الزهر حوالي مليار، مع نهاية السنة هيوصل حوالي 1.8، بحيث ان يبقى في بداية 2019، لان الرئيس طلب سرعة وضع هذه الابار واتفق مع الشركاء الاجانب في افتتاح حقل زهر ان هو ينتج الطاقه القصوى بتاعته اللي هي حوالي 2.7 مليار ادم مكعب في بدايات 2019. ان شاء الله بالخير باذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا.